نحييكم من جديد من صباح البلد وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة المناطق اللبنانية. طبعا نحييكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم مثل ما سبق وحكينا عن موضوع اللغة العربية، اليوم يصادف اليوم العالمي للغة العربية لنحكي عن أهمية اللغة العربية وتحديات العصر التي تواجه هذه اللغة اللي بتحدثها الملايين في العالم العربي. معنا مباشرة على الهواء معالي وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ روني عريجي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير. بهالمناسبة كونك وزير ثقافي اليوم، كيف تنظر إلى هذا اليوم العالمي، يعني باليوم العالمي للغة العربية، ومن موقعك معالي وزير للثقافة في لبنان، كيف تنظر إلى هذا اليوم تحديدا؟ اللغة العربية لغة مهمة جدا، هي أول شيء هي لغتنا الأم. ومثل ما حضرتك أشرت بتكلمها يمكن أكثر من 600-700 مليون شخص على هذه الأرض، ويعني هي أكبر من اللغة من بعض اللغات كالفرنسية أو من عدد المتكلمين. وبالتالي نحن عنا كل الأسباب أن نحافظ عليها ونفعل استعمالها. يعني من لسوء الحظ عم نشوف بسبب العولمة وبسبب طغيان بعض اللغات الأجنبية وبسبب كمان طغيان هيك لغة هجينة عم بتفوت علينا هي بين الأجنبي والعربي إلى ما هو طبعا في خطر بيتهدد اللغة العربية كأهمية وكعدد أشخاص بيستعملوها وكقطاعات تستعمل فيها. كمان هذا سببه أن نحن كمجتمعات عربية نحن مجتمعات نتلقى كل ما هو آتي من الغرب، إن كان بالصناعة إن كان بالبروغرامات التلفزيونية إلى ما هنالك، وبالتالي نتأقلم مع كل ما يأتي باللغات الأجنبية بسهولة. أضف إلى أنه بالمنازل صار الناس اليوم تتكلم اللغة العربية العادية ولكن ما بتعطي أي اهتمام للغة العربية الفصحى ولا حتى بالتدريس مع الأولاد، و يعني هذا الشيء كمان بيؤدي الى تراجع استعمال اللغه. نعم بس انا مشكلي معالي الوزير هي انه الاهل اليوم ما عادوا عم يحكوا عربي مع اولادهم بالبيت وحتى بالببليك، يعني عم يحكوا يا فرنش يا انجلش بطلب من المدرسه، لانه المدرسه هي عم تطلب من الاهالي انه يحكوا مع اولادهم فرنش وانجلش بالبيت. يعني هذه عندك عده مشاكل، يعني عندك العولمه والتواصل الاجتماعي اللي هو اكبر واقوى من اللغه الانجليزيه، عندك انك أنت مجتمع متلقي أكثر منك مجتمع مبادر كمجتمع عربي، عندك الموضة اليوم الأهل والمدارس كمان، يعني أنا بعرف كيف أنا تعلمت كيف أولادي تعلموا كيف أولاد أصحابي اليوم عم بيتعلموا. يعني أنا بستغرب كيف بعض المدارس الكبيرة مستوى العربي عندها بهالانخفاض، يعني شغلة غريبة. علينا نحن مسؤولية، وفي كمان جزء من المسؤولية عليكم أنتم كعالميين. يعني في كعالميين كمحطات عالمية في جزء من المسؤولية لأنه مغيبة البرامج الثقافية باللغة العربية. وبالتالي كمان هيدي مسؤولية. معالي الوزير، حضرتك مع ولدك كنت تتكلم اللغة العربية بالبيت؟ نحن أنا ربيان ببيت بيتكلم لغتين، يعني أنا ثقافتي لحظة بس إذا سمحت. نعم. ألو. نعم. أي. نحن ثقافتنا ثقافة عربية وتواكبها ثقافة غربية، وبالتالي أنا بتكلم مع أولادي اللغتين وعلمتهم يقروا باللغتين. أو ثلاثة. نعم. بدي أعتذر منك، بدي بلش مؤتمر حماية اللغة العربية. مؤتمر اللغة العربية وتحديات العصر بدعوة من المفوضية الثقافة بالحزب التقدم الاشتراكي. شكرا معالي الوزير، شكرا لك، ميرسي كتير.